أوقفت سيارتي خارج السجن ومشيت على قدمي حتى وصلت بوابة السجن قرب أذان المغرب، فإذا بامرأة تقف عند البوابة عند العسكري ومعها ابنها، عمر ابنها 16 كذا، لكن رجال يسوق سيارة. فجيت سلمت عليهم، بقي 5 دقائق ندخل حنا نصلي معهم ونلقي المحاضرة. فجيت قلت السلام عليكم حتى أبرز البطاقة الهوية للعسكري، فقالت المرأة وعليكم السلام: يا شيخ انت تشتغل هنا؟ قلت آمريني يا أمي أنا متعاون هنا. قالت لي: عندي ابني اليوم هذا اليوم الظهر أحالوه من المكان هذا إلى هذا السجن. قلت طيب وش المطلوب؟ قالت: خذ اسمه عندك، أبغاك توصل له 300 ريال، لأن اليوم اتصل علي وقال يا أمي أريد 100 ريال ولا 200 ولا 300، أعطيني فلوس أبغى مصروف. رحنا هناك المكان الأول قالوا حولوه للسجن، الآن حنا جينا ممكن تخدمني الخدمة هذه؟ قلت إن شاء الله. والله يا أخواني أخرجت قلمي وكتبت اسم ابنها ثلاثي وأخذت 300 ريال. قلت تبغين حاجة يا أمي؟ وتجلس تبكي حتى أكثر من 3-5 دقائق وهي تبكي. قالت أبدا. قلت طيب اسمه؟ أعطتني اسمه الثلاثي. قلت تبغين حاجة يا أمي؟ قالت نعم. الله يرحم والديك، تخيل أمك تبكي أمام الرجال اللي ما يأثر فيه عيب أو حرام نقول له عيب، عيب أمك وأبوك لا تخرج دموعهما فإنك عاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحزن والديه فقد عقهما. قلت وش المطلوب يا أمي؟ قالت عطى 300 ريال، أنا أبغى منك أمرين. الأمر الأول عطى 300 ريال وقل له هذه 300 ريال. وسكتت الأم. قلت لها وش قضيتها؟ معليش تبكي والله العظيم ما فهمت منها حاجة، جالسة تبكي. قلت وش القضية يا أمي؟ قالت قضية حقوق. قلت حقوق وين؟ يعني تارك البيت ولا مسوي مشاكل مع إخوانه وأخواته؟ قالت ابني يتعاطى المخدرات، ابني يوم جاء للبيت سكران ضربه أبوه، ضربه أباه على وجهه، فما كان من الابن إلا رد على أبيه حتى أرعف. قلت طيب ضرب أبوه؟ قالت نعم يا شيخ، والله النبوه 2 ساعة في الإسعاف في غيبوبة، ضرب على أنفه حتى أرعف. قلت خلاص تبغين حاجة مني؟ قالت أبغى منك أمرين. الأمر الأول ذكر فلان الفلاني اللي كان يمر عليه بالسيارة، ذكره وقل له وينه؟ ليه ما زارك لك 4 شهور هناك في القسم؟ وينه ما شفناه؟ وين الصيع اللي تمشي معهم أول؟ وين دورهم الآن يوم كنت في الشدة وفي السجن؟ يتواصل يا أمي أنصح. الأمر الأول أنصح. الثاني قالت خذ 300 ريال وعطها الولد وقل له: تدري من اللي أعطاك 300؟ هذه 300 أعطاك إياها اللي ضربت على أنفه، هذه من أبوك الغالي. والله إني لا أعلم أنا في أي مكان بعدما سمعت هذا الكلام من الأم. صدع راسي وراحت علي ركعة. دخلت صليت معهم المغرب وجلست وكنت معد كلمة عن المخدرات وجعلتها عن البر والعقوق، وأنا أتكلم وطولت في الكلام وكان بان علي الأثر شوي، تأثرت. كان ابنها والله ما أعرفه، والله ما شفته ولا أعرفه ولا اسمه إلا ذاك اليوم، من بين الحاضرين ما أدري هو هذا فهد ولا هذا ولا هذا، ما أدري عنه. كان يجلس قبل العمود، يعني هو جالس والعمود وراه،
يوم شافني تكلمت وقلت يروى عن واحد من السلف أنا نسيت اسمه قال لعنة الله على من أبكى والديه فما بالك بمن ضرب والديه فما بالك بمن يضرب والده فما بالك بمن يخرج الدم فما بالك بمن يكون في غيبوبة. فإذا بالشاب يضرب راسه في العمود هذا السجين سبحان الله كما تدين تدان والله يا أخواني ساعتين في غيبوبة زي أبوه. والله العظيم بر الوالدين دين تسدد بعدين. أشهد يا تاريخ والله اللي عق والديه أن يدفع الثمن غالي. لا هو متوفق لا في وظيفة ولا مع زوجة ولا في حياته وإن تبسم وضحك فإن من داخله الضحك. يا محمد نبغاك تودينا للسوق تعرف بكرة عيد وذا أنا لله هرابجة شرطونا يلا طيب بسرعة تلقاه يعشق بواحد ليش مواعد محمد وخالد وبندر وسعد والوالدين يمدين عليهم بعدين. المهم أكملكم القصة فأغمي عليه وسحبه ورشوه الشباب وانتهينا دخلت وهدأته شوي وطلعت باين عليه متأثر طاح. جيت الأثنين الجاي لأن كل اثنين أروح لهم جيت الأثنين الجاي صليت بهم قلت الرئيس الجناح وين فلان قال في العزبة يعني في الغرفة. قلت ليش ما صلى معنا قال يا شيخ ما تدري عنه ايش ادري عنه ايش فيه ذا قال بعدين بعدين يا شيخ الحين ألقى المحاضرة. قلت لا اي عزبة انا كأني انفعلت شوي ليش ما يصلي عقوق وترك صلاة اثاريني انا على نية يعني على نيتي ما ادري وش اللي صار. فقمت دخلت عليه العزبة فاذا هو مضطجع على جهة الشمال اقسم لكم بالله يده اليمين شلل كامل. شلل كامل إلى الآن واليمين مشلولة ليش؟ لأنها ضربت أنف من كان يشم رائحة الصلاح فيه فإذا هو يباغته بالإعوجاج والضرب كما تدين تدان. هذه قصة حقيقية واقعية لكن ما أفسد هذا الشاب إلا الجلساء وعلى رأسهم الجليس الفاسد والمخدرات. صديقك اللي عندك ثالث إخوانا وشلون خلاك وقت الضيق للصليب.